بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. تشكيلة الفريقين للقائهم اليوم: فريق المصري البورسعيدي في حراسة المرمى أحمد مسعود، رباعي في خط الظهر علاء عطا، عمرو موسى، أحمد علاء، وحسن علي، اثنين هاف ديفندرز فريد شوقي وإيزي إيميكا، طرفين محمد عنتر ومحمد جريندو، واثنين رأس حربة أوستن أموتو وعمرو مرعي، البدلاء عصام ثروت، إسلام صالح، أحمد شديد إناوي، إسلام جمال، أسامة الجزار، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، الياس أجلاسي، ومحمد بلح. بيغيب عن النادي المصري النهارده كريم العراقي، اسلام عطيه، اسلام ابو سليمه للاصابات، وحسين رجب وحجاج عويس رؤيه فنيه من الجهاز الفني. اما على الجانب الاخر الكابتن ايهاب جلال اختار النهارده تشكيله كالتالي: مهدي سليمان في حراسه المرمى، رباعي في خط الظهر احمد فتحي، علي جبر، احمد سامي، محمد حمدي، اثنين هاف ديفندرز وليد الكارتي ونبيل دونجا، ثلاثة تحت رأس الحربة إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، ورأس حربة محمود وادي. البدلاء جاءوا كالتالي: شريف إكرامي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أسامة جلال، رمضان صبحي، أحمد توفيق، محمد الجباس، فخر الدين بن يوسف، وأخيرا محمود صابر. يا كابتن زيزو، رأيك في تشكيلة الفريقين وتحديدا فريق بيراميدز؟ يعني تشكيلة بيراميدز فيها تغييرين: رمضان صبحي وابراهيم حسن على حساب اخر تشكيل كان إريك تراوري وابراهيم عادل، وابراهيم عادل وابراهيم حسن على حساب رمضان صبحي وإريك تراوري. إريك تراوري مش موجود على دكة البدلاء، رمضان اللي موجود طبعا مش عارفين ايه الاسباب، بس ممكن يكون طبعا يعني كمان في تغيير مهم جدا، وهو شريف إكرامي. شريف إكرامي صح، مهدي سليمان. شريف إكرامي لعب الماتشين اللي فاتوا بالزبط. واول ماتش في الدوري كان لعبه مهدي سليمان. مظبوط. يعني انا بعتقد ان فريق بيراميدز بيمر دلوقتي بافضل هل بدايته. فيما يخص جزئيه حراسه المرمى، هل ده اذانا ببدء مرحله جديده في بيراميدز فيها تناوب ما بين المهدي سليمان وشريف إكرامي؟ اعتقد يعني ماتش ماتشين ماتشين ثلاث ماتشات كده مستواهم كويس جدا. وطبعا شريف عمل مباراتين كويسين. يعني انا يعني خلي بالك برده بيراميدز ثلاث مباريات ثلاث انتصارات، ماشي بمقدمه كويسه جدا. انت مع السياسه دي، مع السياسه ان يبقى في تناوب في المركز ده، ولا مع السياسه ان حارس اول وحارس ثاني؟ لا، انا مع السياسه بتاعت ان ممكن يبقى الحراس، يبقى في طالما عندك اثنين حراس كبار تشتغل بيهم. وخلي بالك برضو لسه كمان في احمد شناوي بره برضو اصاباته كتير طبعا، بس انت في عندك بيراميدز فيها ثلاث حراس على مستوى عالي جدا. صحيح. ثلاث حراس يعني شريف واحمد شناوي منتخب، ومهدي برضو لاعب فتره المنتخب. فانا مع طالما انت عندك ثلاث حراس كبار او حارسين كبار موجودين وجاهزين ومستواهم متساوي، لازم تدي فرصه للاثنين وتخلي الاثنين يلعبوا. يا اما لو انت بتفكر ان حارس اول، يبقى انت لازم تعمل بقى زي ما النادي الاهلي عامل ونادي الزمالك مثلا، يبقى عندك الحارس الاساسي وبعد كده يبقى عندك الثاني لازم ابعد شويه. أيوه. عشان ما ينفعش يبقى عندك اثنين حراس منتخب او اثنين حراس كبار ويبقوا من الاثنين واحد منهم مش هيقبل يقعد، لان الحارس عايز يلعب. صحيح. عكس لعيب الكوره، اللعيب انت ممكن تلعب ماتش وتقعد ماتش، تلعب ماتشين وتقعد ماتش، عكس حارس المرمى. حارس المرمى لو فضل هو الاساسي بتلعب الموسم كله. صحيح. وكل فتره والتانيه بيبقى في حارس ثاني. فريق المصري ما فيهوش فيه تغييرات كتيره خالص غير ناحيه قدام، في عمرو مرعي، أوستن أموتو بيلعب باثنين رصاد حربه. طبعا المصري يعني برضو بعيد الكلام اللي عمرو قاله طبعا، ان احنا بنحيي فعلا اللي هو عادل غضبان على كل حاجه بيقدمها للنادي المصري والدعم اللي بيدعمه له، حاجه جميله جدا. والمصري يعتبر هو العمود الفقري لبورسعيد ولشعب بورسعيد. صحيح. لان شعب بورسعيد عاشق لكره القدم. الفريق طبعا بينقصه، بس بدا بدايه كويسه، ما اتغلبش ولا هزيمه. خلينا نكمل.